ألحق فيروس أصاب عددا من حظائر الدواجن خسائر كبيرة بمربي الدواجن في البلاد، حيث سبب انتشار هذا الفيروس نفوق عدد من الدواجن في مدينة طرابلس، وهو الآن بعد طرابلس يظهر في مدينة الزاوية ناشرا الذعر والخوف بين ملاك الدواجن. المزيد من التقرير أو المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. لم يقتصر نفوق الدواجن في حظائرها على طرابلس فحسب، في مدينة الزاوية ذات الوباء أصاب بعض الحظائر هناك، فحظائر أقفلت نهائيا وحظائر أخرى لازالت تتكبد يوميا خسائر جمة بسبب نفوق دواجنها. من الأول طبعا كنا نقول أن هي ممكن حالة عادية، يعني ده بالعشرة بالخمسطاش، لكن المشكلة أنه هو العدد ده يعني في التزايد، حتى يعني يوصل حتى للسبعمية وثمانمية في النفق في اليوم، يعني يوميا. وبما ان عمر الحظيره طبعا ما زاهد عمرها، يعني بدا من العشرينات يوم، وهي تبي يعني للتسويق لعند اللي هو ال 45 يوم او 46 يوم، فنحن ما وصلنا الى ممكن اليوم التسويق ان احنا ممكن ما نجد شيء طبعا بالحظيره بالنسبه لهذه المشكله. خسائر قويه يوميا 850 طير. شفت عينك تو، ما عاش عرفنا تحصينه، الدوله ما جابتهاش تحصينه، مضروبه، ما التحصينات كلها عاطيه، من اللي عمره 6 أيام نعطي فيه في تحصينات، واخد 6 تحصينات لتو، دواء ما يجيبش نتيجة بكل فاير وصان. ورغم الأدوية والتحصينات التي أعطيت لهذه الدواجن إلا أن شيئا لم يتغير. المركز الوطني للصحة الحيوانية كلف من جهته فرقا ميدانية في كل من طرابلس، الزاوية، الجبل الغربي، الجبل الأخضر، بني غازي وسبها، مهيبا بمربي الدواجن الذين تظهر على قطعانهم أعراض مرضية سرعة الاتصال. نحاول نقلل من حدة هذا المرض. طبعا تم تشخيص المرض بمختبراتنا في ليبيا بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض اللي هو كان يسمى مركز أمراض السارية سابقا، وتم أيضا لتأكيد التشخيص إرسال عينات إلى الخارج، وستكون الصورة إن شاء الله مكتملة على نوعية الفيروس اللي هو سبب هذه المشكلة. في خلال نعمل بنهاية الأسبوع القادم إن شاء الله حيتم تأكيد التشخيص. في هذه الأثناء سيتم مخاطبة كل الجهات ذات الاختصاص من أجل الوقاية والسيطرة على هذا المرض. المربون يشتكون قلة اهتمام الجهات المسؤولة بما وصفوه بالكارثة، فيما تؤكد أكثر من جهة معنية بأنها لا زالت تبذل جهودها لمعالجة الأمر، وإلى ذلك الحين يستمر يوميا نفوق عدد هائل من الدواجن لدى مربيها. معتز الخريف، ليبيا، لكل الأحرار، الزاوية.